وهنعرف النهارده من خلال الحلقه ان قد ايه الحظ ما هو الا فكره، واي انسان في الدنيا ممكن يكون محظوظ. ولكن تعالى كده نبدا بتعريف الحظ. ايه هو الحظ؟ جميل. اوكي. الحظ باختصار في استراتيجيه يا احمد اسمها استراتيجيه الحظ. الاستراتيجيه دي بتقول ايه؟ كلما زاد استعدادك للحظ كلما حالفك الحظ. كل ما هتكون مستعد للحظ كل ما الحظ هينجذب ليك وهتبقى شخص ايه؟ محظوظ. يعني ايه؟ يعني كل ما استعدادك بيزيد للحظ، يعني اللي هي فكرة ايه؟ انا حاسس ان في حاجة كويسة جاية، ده استعداد على فكرة. تمام؟ عارف الشخص اللي هو ايه في عز ما يكون عنده مشكلة يقولك حاسس ان ربنا هيفرجها. جميل؟ مجرد الاحساس ده اسمه التهيئة او اسمه الاستعداد. الاحساس ده نفسه لو موجود جواك يأهلك انك تكون انسان محظوظ. فكل ما استعدادك للحظ بيزيد كل ما فرصتك في الحظ بتكتر. تعالى كده ناخد شباب الجامعة. حلو؟ شباب الجامعة عنده استراتيجية معينة اللي هي ايه؟ اخلص دراسة بعد كده اشوف الجيش ادخل او مش هدخل، وبعد الجيش ابدأ افكر في الشغل. حلو؟ هو هنا كل اللي عمله ايه؟ مشي بخطوات معينة. في شخص تاني بيفكر بطريقة مختلفة اللي هي ايه؟ لا تم وانا في الجامعة بدل ما ضيع الوقت ده استعد. فتلاقيه بيستعد ازاي؟ بيدرس لغة، بيدرس مثلا بياخد كورسات ينمي من قدراته، بيعمل علاقات مع الناس افضل. فالشخص ده بيعمل حاجة اسمها الاستعداد. كل ما بيزود الاستعداد بتاعه لو الاتنين اتخرجوا الشخص اللي هو ماشي ترتيب 1-2-3 ده الحظ مش هيجيله بسرعة. الشخص التاني اللي اعد نفسه واللي جهز نفسه اثناء الجامعة ده اللي هيجذب الفرصة واللي هيجذب الحظ. في بقى بعض الناس عنده لبس في حاجتين، الحظ والصدفة.